السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه الاخيره بالنسبه لملف البطاقه الوطنيه. تم تصوير موقع البطاقه الوطنيه في كرادة، وعلى مدار عده حلقات سلطنا الضوء على البطاقه الوطنيه وايضا على مكتب المعلومات وعلى الجنسية والجوازات، فكانت لنا جولة ممتازة. وبالتالي أشكر العميد ضرغام والأخوان واللواء سعد معن وكل الأخوان في وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لتقديم هذه الخدمة للمواطنين أثناء تقديم برنامج بخدمتكم. فعندنا بعض التقارير راح نستعرضها اليوم، وأيضا ضيف حلقتنا اليوم المقدم سيف عبد الرزاق قاسم، ضابط مكتب معلومات بغداد الجديدة، اللي هي تخص بالعامية الدارج هي بطاقة السكن، لكن تسمى مكتب المعلومات. نرحب بسيد المقدم أجمل تحيب، مقدم سيف. شكرا جزيلا لحضورك. أهلا بيك جناب الدكتور، وأرحب بيك بقناتك الكريمة. الله يحفظكم. والشرف اليوم أن ألتقي بهاي القناة. الله يحفظكم مقدم سيف، شكرا لحضورك، شكرا لاهتمامكم في برنامج بخدمتكم. واليوم راح نستعرض اكيد تم تصوير بطاقه الجوازات، ايضا جوازات الكرخ، راح نستعرض تقارير، وراح نتحدث ايضا عن موضوع مكتب المعلومات. بالنسبه لي انا فقدت مثلا بطاقه السكن او تم التلافة، شلون الاليه سياده المقدم؟ بالنسبه لفقدان، يتوجه المواطن لأي محاكم موجودة بغداد، يسوي كتاب فقدان ويتوجه للمكتب ويستصعب معه صورتين ومستمسكاته ويصدر له بطاقة السكن كأي معاملة أخرى. يعني يحتاج إلى قاضي أو شيء؟ هي يتوجه للمحكمة، يسوي كتاب فقدان، يجب أن يبلغ لأن هاي مستمسك رسمي ضاع، يجب أن يعمم على أوصافها لأن باكر عقبة تتواجد بمكان تستخدم لأغراض أخرى، فهو حماية للمواطن أيضا. ممتاز. وتوجه للمكتب وتصدر له بطاقة السكن. يعني بيها غرامات مالية بالنسبة للمواطن؟ ما بيها أي غرامة. ما بيها أي غرامة. لا ما بيها أي غرامة مالية. دائما التحديث يحتاج، يعني إحنا ذكرنا كان مقدم حامد، نعم، قضية الأولاد والتفاصيل، مستحدثات. المستحدثات شنو قصده؟ فقط الأطفال مثلا؟ هي المتغيرات الحياتية، الوفاة، الزواج. حتى الوفاه سياده المقدم؟ نعم، لازم واحد يبلغ. يعني الصحه ما عندها مثلا تحديث معلومات معاكم لو الا المواطن؟ لا هو المواطن يجي يجيب لنا شهاده الوفاه واحنا ناشرها عندنا بالنموذج رقم 3، ناشر الوفاه. هاي مثلا تروح على كل مفاصل وزاره الداخليه لو فقط من مكتب المعلومات؟ لا، هو احنا بالنسبه لنا كمعلومات كاجراء انه يتوجه يجيب شهاده الوفاه ويبلغنا واحنا ناشرها له، يعني باكر عقبه يصير عملية نقل. على سبيل المثال مواطن نقل بطاقته من منطقة إلى منطقة، احنا لازم نحتاج كل مستمسكات العائلة على مود دقق، فاحنا باكر عقبه من يجي يقول هذا ابني توفى أو زوجتي لا سامح الله توفت، فيجب أن يجيب شهادة الوفاة ننشرها وننقله بصورة طبيعية على سبيل المثال. يعني جيد. أيضا كذلك الولادات، يعني نعم الولادات اللي من 9 وجوه يراجع المكتب احنا نسجله، 9 وفوق راجع المديرية، يجي المكتب يسوي له كتاب رسمي للمديرية ويستحصل موافقة ويرجع نأشرها. يحتاج بيان ولادة مثلا؟ نعم، بيان ولادة أو جنسية. بيان نعم. ولادة أو جنسية. نعم نعم. جيد ممتاز. إذا احنا ناخذ هاي السؤالين البسيطة بعد ما نستعرض مشاهدينا الكرام، نستعرض جوازات الكرخ. تم تصوير في جوازات الكرخ مع السيد العميد وأيضا السيد الرائد إحسان أو المقدم إحسان. بصراحة كان يعني كانت هذه الدائرة في جوازات الكرخ سهلة الميراث، استعرضنا هواي ناس، ضغطنا على الناس قلنا لهم اكو عندكم مشاكل كذا، كان الجواب التالي. يعني من خلال التقرير راح نشاهد ما هي الأجوبة اللي استلمناها من الناس حول مشاكلهم واستفساراتهم في جوازات الكرخ. هذا شباك رقم 8 ضابط تدقيق.
عندنا اخير ضابط تدقيق منا يعني يبدي من اول شباك من يم المدير رقم 1 2 تسلسلات الى ان هذا شباك رقم 8 اللي به هو ضابط تدقيق. يعني هو لازم ياخذ كل هالمساحه؟ لا ما ياخذ هذا. يعني احنا عندنا ضباط تدقيق 4 كل واحد نحول له قسم من الفايلات والمعاملات يشتغل بها. اي رائد احسان. السلام عليكم. اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا وسهلا. رائد احسان شنو عملك؟ يا ريت تعطينا صوره. عملي حاليا هو تدقيق المستمسكات. يجيني المعامل يحول اياها المدير، اطلب من المراجع. هسه مثلا هسه زهراء راح تشوف قدام عينك. زهراء سعد تعي اختي، هسه راح اطلب معده المستمسكات. اعطيني المستمسكات شهاده. نعم ما جاب الشهاده. ما اقدر، لازم الاصليات. اي مستنسخه او ما موجود ما اقدر. اشياء مستنسخه ما اقدر الا الاصليه. هذا اجراء قانوني. اجراء قانوني لان انا محاسب عليه، لان وراي تدقيق وايضا المدير هم موجود وراي. شلون مشيت على ما اقدر امشي على هسه. هاي استنساخ هسه بدون ما اطلع لها استنساخ. حفاظا على المواطن. المستمسكات اللي تضيع الرجعه اكون يعني ضايعه وباقي عنده نسخه من المستمسك ماله، يجي يقدمها هنا في غلط. احنا من خلال يعني قناتكم المباركه ننوه المواطنين اللي يضيع عنده اي مستمسك ثبوتي مباشره بنفس الساعه اللي ضاع بها يروح المركز الشرطه يبلغ او اقرب محكمه عليه يبلغ قبل حق قضائي او ضابط مركز الشرطه. هذا من اجل مصلحته هو، ما يعرف يوقع بايد مو نظيفه، ايد كذا، فخوفا عليه احنا يعني هذا يعني واحده من الفوائد. هذا المواطن هذا محمد. ادقق الشكل اول شيء انه هو الشكل الحالي. راح شو اسوي انا؟ اطابق ويا من؟ ويا هويه الاب، انه هو هذا الاب هو نفسه. يعني تدري يصير اشكالات بهاي الامور. ادقق المعلومات اللي بيها، اللقب، الاسم، اذا عندك كان شهاده نفس الحاله راح ادققها ويا الشهاده. كل الاسماء الموجوده لازم هاي تطابق على هاي، ماكو حرف زايد حرف ناقص. احنا ما يصير بها اجراءات او نتصل بالعمليات. ممتاز. يعني ما خلي المواطن يروح يرجع. ممتاز. اذا في حاله ضروره يعني فدنا. بس هنا محمد بالشكل حلو هنا مو حلو. شلون الاجراءات ابو محمد؟ والله الحمد لله خير وبركه. سيابية تقريبا يعني اقل من نص ساعه. يعني صورت له بعدك؟ هسه راح يروح تصور نطلع ايضا بطاقة السكن تدري على الرقعة الجغرافية على المنطقة هم نحددها بها. نجي نحدد هنا أنا. الاسم مالته عنده جواز؟ أول مرة. وشو اكو فقرة يقولون الإسناد؟ شنو معنى الإسناد؟ الإسناد هاي بالشهادة. شهادة جنسية. اها والله. يعني ما عندكم انتم جواز؟ لا مو يعني مرات بالحالات خلينا نقول الحالات الإنسانية ناخذ موافقة السيد العميد. أو السيد العميد يتصل بالمدير نقدر نمشي على الإسناد. يعني احنا مو مصالحاتنا تتم المدير. جميل. عمي جاسم عندنا سؤال. عفوا تفضل. بعض مثلا حالات الانسانيه مثلا الرقود بالمستشفى، السجناء او يعني اكو امور حالات استثنائيه، انتم شو صدروا لهم جواز؟ عندنا المتنقله اللي بمديريه شؤون الجوازات بالمديريه مالتنا. اي حاسبه متنقله، يطلع ضابط ياخذ الحقيبه وياه ويروح المستشفى. عندنا يروح لبيوت المواطنين. اي المصابين من الاجهزه الامنيه كذا. اي بس هاي موافقه بالعامه، يعني احنا مو من الحقيبه موجوده في مديريه جوازات العامه المعلومه. اما الحالات الانسانيه اللي تجينا هنا، احنا عندنا شباك حالات انسانيه موجود مباشره يجي، ما يطول ان شاء الله 3 دقائق 4 دقائق نكمل اموره. واذا مثلا عندنا نقص بالامور مالته نتصل بالمقر بالعامه ناخذ له موافقه نمشي. يعني ما عندنا حاله انسانيه يرجع، يعني لازم نلقى له سند قانوني نمشي عليه. احسنت. نشوف البقيه. رائد احسان شكرا جزيلا لك. زحمات. شكرا جزيلا. الله يسلمك. السلام عليكم. نقيب علي. السلام ورحمه الله. زين ان شاء الله. شلون الاجراءات اللي شلون الاجراءات المطلوبه؟ ايضا تدقيق ولو حسابات وتفاصيل؟ انا لا ضابط حسابات اكون مسؤول فقط عن السكوك. استيفاء رسمي يعني بس. استيفاء رسمي. شو اكو اشكالات مثلا صادفتك اثناء اجراء المعاملات مع المواطنين؟ مثلا تحس اكو مثلا صك غير قانوني مثلا؟ لا عندنا اجراء ان نستلم كافه سكوك اذا كان مصرف حكومي واذا اهلي.
خلصوا كل استلمها اهلا حقوق اكو بعض المصارف لاني يعني تحت الوصايه وصايه البنك المركزي هاي نرجعها لنا نبيها اذا مثلا بنك مثلا انه الصكوك مالته ما تمشي فاحنا نتوقف من عنده بس اما باق دور 25 جنيه. مشاهدين الكرام بعد ما شاهدنا مكتب جوازات الكرخ ومعاملات في حلقتنا كان اشتباه ببداية البرنامج كانت هي البطاقة الوطنية فعلا كانت حلقة عن البطاقة الوطنية ولكن هاي حلقة خاصة عن الجوازات كرخ تحديدا طبعا ليش اختارنا احنا اختار مكتب هو عينة لمجموعة المكاتب المنتشرة في العراق يعني ما ممكن ان نختار كل المكاتب ونسلط الضوء على كل المكاتب بل ناخذ مكتب منفرد ويعتبر هو عينة لكل المكاتب اللي هي نفس الإجراءات ونفس الآليات فاليوم معانا مقدم سيف حول البطاقة مكتب المعلومات أو بطاقة السكن يعني يعني أنتم بغداد الجديدة أكيد يعني مكاتب مجموعة مكاتب هل المكاتب تفي بالغرض يعني تكفي لبغداد الجديدة وهي يعني عدد سكانها كبير يعني مش قد عندكم مكاتب في بغداد بغداد الجديدة بالنسبة لبغداد عندنا 66 مكتب بغداد كل نعم 33 كرخ 33 رصافة وحسب توجيهات سيد اللواء مؤيد العقابي وبإشراف مستمر من قبله تم فتح عديد من المكاتب كمكتب عرب جبور كمكتب القاهرة يعني دي يستمر بفتح المكاتب نقلل الزخم ونقلل الضغط على المواطن جيد يعني هو مثلا ياخذ يفتح المكتب على النسبة السكانية لو شلون يعني نعم يعني مثلا يقلص من المكتب الآخر على مود يخفف الزخم عن المواطن ويفتح المكاتب قريبة على محل سكناهم أها أقضية نعم. نواحي أكيد أنتم كل منتشرين بكل بغداد كأقضية ونواحي ورصافة وكرخ منتشرين أنت بغداد جديد إيش قد عندكم أنا مكاتب. بغداد بالنسبة لبغداد جي ضمن الرقعة الجغرافية 17 محلة 17 محلة نعم محلة مو مكتب لا 17 محلة وكل مكتب مختص بالمحلات أها. بغداد جديدة محلات زيونة محلات الرشاد مكتب معلومات الرشاد محلات اللي ضمن الرقعة الجغرافية للمكتب نسب الإنجاز متفاوتة مو تمام متفاوتة حسب مراجعة المواطن لكن هي المعاملة تنجز له بسهولة وبسلاسة يعني ما تبقى عندنا معاملة ثاني يوم استحالة في نفس اليوم تنجز نفس اليوم شو اشتردون من المواطن حتى يجيب لك حتى تكملوا له يعني أنا هسه انتقلت إلى بيت منفرد نعم وانتقلت في منطقتكم مثلا في بغداد جديدة في أي محل من المحلات المسؤول عليها انت نعم شنو أجيب لك حتى أستلم الهوية تتوجه أو البطاقة مثلا تغيير احنا نسميه هذا تغيير داخلي أه. مثلا انت عندك بطاقة قديمة على مكتب على سبيل المثال مكتب مع العائلة مكتب نعم ده تفصل زواج عن بطاقة سكن والدك إذا نفس العنوان فنفس اللحظة نفس تصدر لك بطاقة بعد ما تجيب مستمسكاتك وعقد الزواج اما اذا خارج المنزل يعني خارج عنوان اهلك زين نسميه نقل نقل داخلي فهذا تتوجه للمكتب يطلع لك احد منتسبينه يسوي لك الجرد الميداني بعد ما ترجع يصدر لك البطاقه السكن يعني اقل من ربع او 20 دقيقه هذا الجرد الميداني يعني منتسبيكم يطلعون هو احد منتسبينه نعم. يتوجه وياك للمنزل ويشهدوا لك اثنين من نفس الزقاق او المحله تتوجه ترجع للمكتب وتصل لك البطاقة. جيد. البطاقة يعني هم لها فترة زمنية محددة. لا لا ما لها لا لا. مفتوحة. ما لها صلاحية نفاذ لا. ما لها صلاحية نفاذ. نعم, نعم. ممتاز. يعني أنا أقول يمتى تصير يعني حوكمة إلكترونية يعني يكون التفاصيل بعد كلها بالإلكتروني يعني أريد أقدم عن طريق الإنترنت. أكو عندكم لو بعد ما وصل. بعد هاي التوجيهات ما صادرة من مراجعنا الكرام والعمل مستمر. اكو مثلا صح الصدور بهيك مواضيع يعني انا بدي اقدم معامله نعم او مثلا استبدال تغيير موقع يحتاج الى مثلا كتب يحتاج الى صح الصدور صح الصدور بالنسبه شنو بدوائر معينه بارتباطكم بدوائر معينه لا 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 احنا تغير عنوانك مسبقا قلت لك استاذنا الكريم تغير عنوانك عندنا نقل داخلي
اللي طبعا. هو من محل لمحل او نقل من غير منطقه فهو بس مجرد تسوي لك الجرد الميداني ونتكمل الاجراءات الرسميه. جيد، هذا مقدم سوف اطرح بالطن بقضيه مهمه، قضيه نعم. النازحين، شلون تعاملتوا بقضيه النازحين؟ قضيه النازحين حسب توجيهات السيد الوزير المحترم والسيد الوكيل الاقدم وباشراف السيد اللواء رياض جندي مدير عام الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه شعبي. وباشراف مستمر من قبل السيد اللواء مويد العقابي اللي بذل شوط كبير واللي بذل طاقه كبيره من اجل تذليل العقبات عن هذا المواطن وعن هاي المساله بالاخص النازحين. الان اصبح النازح يقدر ان يصدر بطاقه السكن بدون ما يلجا، يعني مثلا على سبيل المثال اذا ما عنده بطاقه السكن لنفرض ساكن اليوم المواطن اللي نازح هو بغداد جديده يتوجه لمكتب معلومات بغداد جديده يسوي له جرد ميداني يتوجه للمديريه اذا ما عنده بطاقه السكن لاول مره، اما اذا عنده بطاقه السكن في محافظه اخرى فيتوجه للمديريه ايضا ياخذ كتاب وينتقل للمحافظه مالته ينقلها ويجي المكتب نصدر له بطاقه. يعني انا ساكن بغداد جديده نعم انا كنت يعني نازح من الموصل نعم يعني اصدر كتاب بعد ما يحتاج بس من بغداد الجديده. نعم تتوجه المكتب معلومات بغداد الجديده ايضا يطلع وياك احد منتسبينه يسوي لك جرد تتوجه للمديريه. تتوجه للمديريه اذا عندك ما عندك بطاقه صدر لك بطاقه تستحصل موافقه من المديريه وتضيع لمكتبنا. اما اذا عندك بطاقه في غير مكان مثل ما تفضلت جنابك الكريم قلت مثلا بالموصل تتوجه للمديريه تاخذ كتاب تتوجه للموصل تنقل وترجع لنا. احسنت، واضحه الفكره، ممتاز، هذا شيء ايجابي احسب لكم يعني. الحمد لله والشكر. الحمد لله. يعني مديرائنا الكرام مستمرين بالعمل مستمرين ويحاولون قدر الامكان ان يذلون العقبات على المواطن. وهذا راح نقلك السؤال بعد ما نشوف التقرير الى تبسيط المعاملات ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نشاهد ايضا تقرير اخر في جوازات الكرخو مثل ما نكمل وياكم برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي حلقه خاصه بجوازات الكرخو ايضا ضيف حلقتنا في الشق الثاني عن مكتب المعلومات. مشاهدينا الكرام نشاهد تقرير ومن ثم نعود. شلون اجراء المعامله؟ والله كلش سهله، يعني ما طولت نص ساعه، اقل من نص ساعه خلصت الاجراءات كلها كامله. زين، ايش قد المده اللي يعطوك حتى استلام الجواز؟ نعم على مده معينه استلام الجواز؟ اقل السنه المده، قال لي باكر ورا ال 12 تعال استلم. اليوم قدمته؟ قال لي باكر ورا ال 12 تعال استلم. شنو الاشكاليه اللي الولد قالوا على الاحد؟ النقيب بعد ذلك ليش ابو الاحد؟ اكو بعض المعاملات. بصراحة ما اعرف يعني من قال لي وكنت وياكم تعجبت هذا قال له على يوم الاحد هذا شو الموضوع؟ فقلت راح نجي راح نساله هذا شو الموضوع؟ ذاك المواطن اللي قبل اللي سالته جوازه يعني منافذ فقط الصفحات منتهيه. هذا راح يصير عندنا توقف فلازم يصير عنده اطلاق الكتروني ندزه بكتاب. اي هسه هو اخذ كتاب راح القانون يصير عنده اطلاق، من الاطلاق هذا يتاخر صح؟ يتاخر يوم او يومين. زين انا اريد مثلا اغير جوازي قبل شهر شهرين يجوز لي وما يجوز لي؟ احنا سنه فما دون صلاحيتنا اللي خولنا بها القانون مديريتنا بتعليماتنا سنه فما دون نقدر منها يروج معامله فوق سنه ازيد من سنه سنه ونص او شهر او ثلاثة اشهر هاي موافقة العامة يروح بالعامة هناك ومن هناك ينجزون له جواز. تبدل الجواز هسه لو اليوم مصدرة أنت الجواز وتريد جواز حسب الرغبة تروح للعامة من هناك ينطونك موافقة مع وجود السبب لتبديل الجواز. بس هو نفس الإجراءات نفس الإجراءات نفس يعني ما يختلف الإجراءات اللي بالعامة أو هنا. أحسن. شكرا جزيلا سيادة النقيب. شكرا جزيلا ممنون. السلام عليكم. ملازم اول ان شاء الله نقيب على راس الله يعزك يا ميت هلا. اجراءات سهله ان شاء الله. يجي المراجع يتقدم سيد المدير يحوله على ضابط التدقيق، ضابط التدقيق يكمل اجراءاته يحوله لضابط التصوير.
ابو التصوير يصوره يكمل يرجع للسيد العميد يوقع للمعامله يجي للحسابات ثاني يوم يستلم الجواز. يوميا تقريبا ايش قد معاملات تمشون؟ والله مو سوى يعني نعمل 300 300 300 200 100 باليوم حسب اي حسب اللود اللي يصير. نعم مصدرين 1100 بيوم واحد؟ لا اسبوع مال اسبوع اي وبيوم كان يعني عطله تراب يعني ويا العطله. هو انتم يمكن اتوقع نعم اللود مالكم يصير بالعطل يمكن مو تمام؟ والله ما يصير احنا عندنا اليه يعني نقدر نقسم المواطنين يعني كل 50 مواطن يعني ناخذ فايلاتهم اي بس 5 دقائق يعبرون الا اللي عندهم متعلقات يتاخرون نفوت ال 50 اي يعني ماكو مشكله اجراءات ان شاء الله للساعه 3 نقدر نمشي 700 800 بالصباح اي صباحي ما عندنا محتاجين انه اذا اضطر الامر وصار زخم موافقه راسا يعني مباشره قبل نسوي شفت مسائي 100 الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام هذه عودة مع السيد المقدم سيف عبد الرزاق قاسم ضابط مكتب معلومات بغداد الجديدة. سيادة المقدم قبل أن نشوف التقرير تحدثت عن قضية تبسيط يعني أنتم بديتوا بالنازحين هاي الإجراءات يعني بالسابق كان غير ناضجة قضية تبسيط الإجراءات الآن يعني أكيد مرور الزمن راح تقلل العقبات من ضمنها قضية كتابنا وكتابكم ويروح إلى محافظته ويرجع. اكو بعد عندكم تسهيلات اكثر لتبسيط اجراء المعامله يعني اكو المرضى لاصحاب المهن اللي ما يقدرون يوصلون الى دوائر يراجعوها كيف راح تعاملوا ايضا عوائل الشهداء الجرحى شلون تتعاملون اليوم بالنسبه لعوائل الشهداء والجرحى حسب توجيهات سيد اللواء مؤيد العقابي لهم مكانه واهتمام خاص يعني البطاقة تتوجه لهم للبيت. للبيت. تصدر لهم وهم جالسين ببيوتهم. يعني ذو تعرف ضحوا وقدموا. فذولا حقهم علينا. تمام. واللي شي يصدر من عندنا قليل بحقهم. أحسنتم. مو صحيح؟ فقط يعني جرحى وشهداء الداخلية لو الكل. الكل كل جرحى، جرحى من الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، كلهم ولدنا وأبنائنا، فكلهم لهم حق علينا. ممتاز. البطاقة تصدر لهم للبيت. احنا واحنا الممنونين. احسنتم. يعني ذولا تدري ضحوا وما ضحوا ودافعوا عن البلد. صحيح. فذولا لهم مكانه مقدسه عندنا. يحسب لكم هذا اكيد. والحمد لله والشكر. جيد ممتاز احسنتم هذا شيء مهم وهذا طبعا اكيد يعني ينم على حرص يعني الاخوان بوزاره الداخليه لكن ماكو عمل ما يخلى من السلبيات. نعم ان شاء الله. واكو معوقات. اكيد سياده المقدم هناك معوقات مثل المواطن اللي يراجع يصير اشتباه عنده اكو مشاكل. شنو المعوقات اللي انت خلال عملك في بطاقه في مكتب المعلومات لاحظتها؟ احنا المعوقات نحاول ان نذللها ونقلصها ونقللها جدا ويا المواطن بالقانون وبروح القانون بالقانون ان شاء الله ماكو روح القانون لا بالقانون ان شاء الله والمواطن هو من عندنا وبينا ايضا المواطن وين قابل وين يروح صحيح. هو من المواطن اخونا ومن عبنا فاحنا نحاول دائما نكون بصف المواطن ونذل العقبات عن المواطن وهاي شغلات احنا نذلله ابسط مثال هسه على سبيل المثال دكتورنا متزوجه اذا كانت متزوجه بالمحافظات وطلقت وساكنه هي ببغداد حسب توجيهات سيد اللواء مؤيد العقاب المحترم ما نخليها تروح تتوجه المحافظة اللي هي زوجها ساكن بها لا تروح تصدر موافقه من السعدون ما نخليها تتوجه وتروح المحافظه وتتعب لا توجهها للسعدون صدروا لها موافقه اذا كان زوجها محافظات حتى تذيل العقبات عن المواطن حسب توجيهات قرار المديريه نقل القيود عندكم اكو مثلا احنا نقل القيود هي ضمن اختصاص شؤون الاحوال زين مدنيه بس هي نقل القيود ايضا اجراءات تبسيطيه تقدم عن طريق الانترنت عن طريق رابط المديريه حسب ما اعلم وتطلع تصدر لك الموافقه وتكمل الاجراءات بصوره بس جميل هي حتى البطاقه من ينقل قيدها هم ما راح ينقل البطاقه قصدي ينقل السكن ينقل البطاقه نعم ينقل البطاقه احنا ماكو كتابنا وبريدنا هو المواطن بدي ممتاز بدي ينقل بطاقته بعد ما يتوجه للمكتب ويكمل الاجراءات القانونيه
قل بطاقته وصلها يعني صح. انا اقول لكم يمكن دائرتكم يمكن دوائر اللي هي جدا بسيطه بالتعامل اعتقد يعني انا لا ان شاء الله ان شاء الله دوائر الجنسيه بصوره عامه احنا والمواطن لازم ندافع على دوائرك يعني لا مو يا مو قصه شيء بس لا المعنى نعم انا خب نطلع الجوازات الكارخ بدي اشوفها انت يعني اكو يعني الناس دي تقول اجراءاتهم بسيطه يعني هذا شيء ايجابي يعني انا وللامانه اقولها في وزارة داخل يعني من 2007 كذا يعني وانت ماشي كانت جدا صعبة يعني حتى الجواز كان ما يطلع بعد 6 أشهر وإلا واسطات وفلوس كذا هسه الآن ظرف يوم الثاني تستلم جواز هذا شيء إيجابي مسبقا قلت لك دكتورنا العزيز العقبات تذل اليوم عن صح. يوم تقل يوم عن يوم جهود المدراء وجهود السادة الوكلاء وسيد الوزير يقللون من هذه العقبات وإن شاء الله احنا مستمرين إن شاء الله خير فما اختاره ان شاء الله ان شاء الله. سياده المقدم مشاهدينا الكرام يعني اهم جاء في بالي موضوع انا قرات قبل فتره يعني ايام اكو جوازي الالكتروني يعني شارعين باخوان في الجوازات والجنسيه والاقامه باصدار هكذا جواز الكتروني يعني اتمنى ان تكون وزاره الداخليه وغير وزارات ايضا خدميه ان تعمل على الحوكمه الالكترونيه يعني خلص بعد يعني هاي الامارات يعني من كانت تراب ورمل اصبحت ناطحه السحاب وكذا احنا ما بدنا حاليا يعني احنا نرضى بالبسيط بدنا ناطحه السحاب نريد معاملات تجرى ان ليش الحال المواطن ويروح يظل يوقف على الباب المسؤول ويضطر اذا تعرقلت معاملته انا اتحدث مو فقط على وزاره الداخل اتحدث على كل الوزارات مو يجي الموظف يعرقله يعني معامله للمواطن فيضطر المواطن ان يتخذ طريق اخر اللي هو الرشاوة وتمشي معاملته فاحنا نقول مثل ما حسب وزارة الداخلية مثل بمكتب المعلومات يقول لك احنا عندنا تبسيط الاجراءات وذكر بعض الحالات اللي هي كانت في معقدة في السابق الان لا جيد سهلت احنا نتمنى يكون ليكون بامد بعيد الحوكمة الالكترونية خلينا نتحدث الامارات جوازك او بطاقة السكن او غيره وغيره او البطاقة الوطنية بالانترنت تكمل اجراءاتك وتروح تستلم يعني او احتمال هم يسلمون بعد ما اعرف الاجراءات لكن تنجز من خلال الانترنت هذا الشيء يحسب للدوائر فاتمنى ان شاء الله كل دوائرنا ووزاراتنا ان تعمل فعلا في خدمه الناس في خدمه المواطن وتقدم وتبسط الاجراءات المواطن العراقي بعد ما عاد هذا الجهد والضغط النفسي عليه نوب صعد الدولار نوب نزل الدولار نوب أزمة بنزين نوب أزمة كهرباء وإحنا جانا صيف ما شاء الله أكو ناس شاد حزام على المظاهرات تطلع مظاهرات أكو تعاون ما شاء الله كبير ما بين التنفيذ والتشريعي لإقامة هكذا تظاهرات في فترة الصيف يعني حق المواطن صح لكن كانت الكهرباء زينة ليش هسه بدأت تقل والقادم لا يعلمه إلا الله والراسخون في البرلمان وفي الحكومة على العموم مشاهدين الكرام مشاهدات التقرير والنوت سيادة العميد هذا المكان شنو هنا عندنا شعبة التوزيع اي هاي استلام الجوازات هنا المحطة الأخيرة اللي هي المواطن من اخر محطه ويستلم الجواز المواطن هنا خلينا نسال اذا صار لهم ايش قد سلموا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اليوم تستلم ان شاء الله الجواز ان شاء الله بلغكم جوازك موجود اي مو بعطيتهم هسه الكارد قالوا له دقائق ونضيع اسمك انت قدمت المعامله الاربعاء اذاك الاسبوع السابق ايش حجم متاخر هو لا هو الاربعاء واليوم شنو اليوم الاثنين صادفت عطله يعني جيت البارحه انا ما جيت البارحه وموعدنا على البارحه بس انا ما جيت صادف هاي مال التراب والكذا استاذ اكو يعني هم يعني مثلا عنده دوام او مثلا موظف هو من يصير عنده فراغ يجي يستلم اكو لا مثلا حالات ضروريه يجي ثاني يوم يستلم السلام عليكم وعليكم السلام ينتقد الجوازه انا قبل 3 أيام بالمعامله وقم كتبوا لي يوم انت الاستلام بس انا اخرتها يوم يعني عندي شغل كان اليوم جيت بدي استلم هسه موفقين حجي الله ساعدك شلون شيابك الله يسلمك جاي زين المعامله هنا ورده الله يرضى عليهم ويستر عليهم ويبارك بيهم الله يحفظك
كلش طيبين. جيت الخميس المفروض الاثنين فصارت الترابية، جيت اليوم تلقونا بكل وردة، الله يديمهم ويكون كل واحد مثل. ايوه انت اكيد زايرة دوائر سابقا، يعني شلون كانت المعاملة وهسه شلون؟ يعني بهالحاليا زينين كلهم طيبين، بس هنا شفت الاحسن. اي كلش طيبين من الوليد، من يعني تلقوك من الباب طيبين الحمد لله. وش زينك حجيه؟ نقدر نشوف عندكم تراكم دي يصير؟ لا ما عندنا تراكم، احنا اللي تراكم عندنا يعني ثلاث اشهر، يعبر ثلاث اشهر يرجع عرشي الرجع للعامه، لا يكون استلامه من العامه. يعني ارشف هناك بالعامه هم لا لا مو هو كامل جواز يعني من يتارشف والله هو المعتمد ياخذهن يحوله للعامه يجي يستلمه من العامه هناك ما بقي ورا ثلاث اشهر. تفضل دكتور. تفضل. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. زين ان شاء الله حوالك. زين ان شاء الله. الله يحفظك. موظف عباس استاذ عباس، شلون الاليه العمل عندك؟ احنا عندنا مرحله استلام الكارت بالبدايه، نطلع جوازه من الفاترينه، موزعين الجوازات على احرف الابجديه، يطلع الجواز، نوزع عندنا شباكين توزيع الجوازات، يكون عمليه تسليم الجواز عن طريق البصمه الالكترونيه. نعم صاحب العلاقه اللي هو نفسه اللي بصم يجي يستلم. بالضبط. صاحب العلاقه يكون لازم حاضر عن طريق البصمه الالكترونيه اللي اخذناها، اللي اخذها اثناء اجراء عمليه التصوير والمعامله، ابتداء المعامله نفسها راح نطابقها من هنا بالتوزيع. نعم في حاله يكون قاصر نطلب حضور الاب. نعم وتكون تسليم الجواز اذا ما كان الاب موجود ممنوع. نعم الا تكون اكو فد بعد البصمه لازم هو نفسه صاحب العلاقه اللي بصم بالاول بصمه يجي يعني بدايه المعامله ونهايتها البصمه نفس صاحب العلاقه، لان ما راح الجواز ما راح يستفاد من عنده، ما يقدر اصلا يسافر به اذا ما تنطبق البصمه الالكترونيه اللي بالاستلام، العفو بدايه سير المعامله الى نهايتها بالاستلام. ايش قد قاعد يتاخر الجواز؟ عملية التسليم يعني لحظات ان شاء الله. في حالة اذا كان اكو زخم فيعني تاخر لك خلي يكون ربع ساعة 10 دقائق هاي. المعالجة قاعد تتاخر؟ لا المعالجة اطلاق يومي يطلب. اطلاق يومي. يعني احنا اليوم المواطن اليوم الفايل ماله سلمه في دائرة جوازات الكرخ. باكر ثاني يوم يؤرشف ويدفع الصبح مباشرة يطبع يعني الساعة بالعشرة هو طباعة هنا؟ لا الطباعة بالعامة مركزية. يجيكم بريد؟ اي بريد عندنا معتمد بريد يجيب الجوازات هنا وتسلم الجوازات داخل الدائره. شكرا جزيلا استاذ عباس. شكرا جزيلا. هذا هنا السلام عليكم استاذ نقيب. زين ان شاء الله حوالك تقول عينك. احنا رحنا على عباس وجينا عادي ماك فرق ان شاء الله. جزاكم الله خير سياده النقيب، جزاكم الله خير على جهودكم وجود من السيد العميد الى اخر منتسب في هذه الدائره أو قسم جوازات الكرخ. يعني أنا أشوف عدد هذا العدد. نعم. سيادة النقيب أكو ناس تتأخر على الاستلام؟ يعني أكو مثل ما تفضل السيد العميد أكو التزامات عند المواطنين مثل الموظف العامل الكاسب، فإحنا بالنسبة لنا للجوازات تبقى مدة 6 أشهر هنا يمنا. شو وقت ما يحب يتفضل المواطن يلقى جوازه موجود. جي. أي. ممتاز. يعني أكو إشكالية مرات إحنا طرحنا موضوعة اللي يستلم الجواز. نعم. مرات ما يجيك صاحب البصمه الاولى. أيه. يقول لك لا الا اريد جوازي وهذا جواز انا مال عائلتي. انت تعرف حضرتك انه نظام العمل هنا بالجوازات انه صاحب العلاقه يحضر فيما يخص القاصر، يجي ولي الامر ينصب مكان القاصر اللي هو الاب. زين فالاجراءات يعني طبيعيه مستمره بصوره يعني جيده، وبس نواجه مشكله مرات البصمه. يعني مثلا يجينا انسان عامل سكر امراض الضغط نحاول وياه، واكو طريقه اللي هي الاستثناء من البصمه نلغي له صلاحيه السيد المدير. هي صلاحيه السيد المدير بس ناخذ موافقه الجوازات العامه بالاستلام ونسلم الجواز. مرات ما تتاخر يعني اذا حاله انسانيه او كذا راسا السيد العميد يبادر بالاتصال بالعامه ونسلم الجواز مباشره. احسنتم. شكرا جزيلا سيادتك حبيبي. الله يسلمك حبيبي. شكرا جزيلا. إذا هاي الإجراءات جيدة، يعني اليوم وصلنا لآخر مكان. يعني دكتور أنت بعد يعني أنت تجولت بالدائرة بالأروقة مالته وبعدين أنت تقدر الموقف يمك أنت. بارك الله بكم. مشاهدين كرام فاصل ونتواصل.
مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن جوازات الكاخ. طبعا الأخوان نزل أرقام الهواتف أسفل الشاشة، اللي عنده استفسار أو إشكالية ممكن يتصل بنا على الأرقام الموجودة، ويعني ضيفنا المقدم سيف ممكن يجاوب على مكتب المعلومات اللي عنده إشكالية، اللي عنده مراجعة وما يعرف آلية العمل. أعتقد وضحناها بشكل كامل، آلية العمل في مكتب المعلومات أو بطاقة السكن، ما يسمى ببطاقة السكن. لحد ما يجهز الاتصال مقدم سيف، يعني شو الفرق ما بين العامة وما بين المكاتب الداخلية في داخل بغداد أو حتى المحافظة؟ العامة هو مقر المديرية، أما المكاتب هي فروع من المديرية. احنا فروع من المديرية، احنا المكاتب اللي تصدر بطائق السكن، والمقر اللي يصدر الموافقات الرسمية زين، اللي يجاوب عن 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 مثلا الكتب الرسمية او صحات الصدور، هذا مقر المديرية. يعني انا كمواطن ليش اروح اراجع مثلا، انا كمواطن ليش اروح اراجع المديرية لإصدار بطاقة لأول مرة؟ لأول مرة ها لا. يعني أول مرة ما اروح المكاتب الفرعية؟ لا، تراجع المكتب الفرعي. اها، انت اليوم راجعتنا على سبيل المثال ما مضاف ويا والدك، زين، سوي لك الجرد الميداني ونوجهك التوجه للمقر المديرية. مقر المديرية هناك راح يصدروا لك موافقة، زين، ترجع للمكتب وصدر لك الموافقة. حصل بالسيد المدير الموافقات الرسمية؟ حصل بالسيد المدير؟ حصل بالمقر. المقر أكون هناك لجان وأكو ضباط يدققون المستمسكات ويصدرون الموافقات الرسمية. زين، نعم، يعني أنا من أروح العامة، وأيضا عندك مراجعين أعتقد قلت لي يمكن مثال الحديث بعد سنة التاسعة، تمام، إضافة الأطفال والكتب النقل اللي تصدر نقل من محافظة إلى محافظة، مثلا تنقل تجينا من المحافظات الأخرى لبغداد لازم إلها موافقة المديرية أيضا. إذا مرجع مهم المديرية، هي مرجعيتنا هي. نعم، لا مثلا معاني مثلا أريد أراجع إضافة اسم أو كذا أو حديث الولادة، يحتاج مكتب الفرع الموجود في منطقتي يعني. نعم، بس أكو إجراءات تحتاج المقر المديرية، التوجه إلى مقر المديرية كإصدار بطاقة السكن لأول مرة، أو إضافة الأولاد اللي هم 9 سنوات فما فوق، أو نقل من محافظة إلى محافظة، لازم تتوجه المديرية. سؤال لمنتسب في مكتب المعلومات. نعم. شلون وياكم لواء مؤيد العقاري؟ لواء مؤيد يعني أجوز أقول مديري ولا، لكن لواء مؤيد إنسان محترم، مدير قيادي مهني، هواي سوى إجراءات وتغييرات بمقر المديرية، ويهتم جدا، يهتم بالمواطن ويهتم بالنظافة ويهتم بالمكاتب ويهتم بالترتيب. يعني لواء مؤيد ممتاز. هسه ما أريد أطب للعامة، راح أطب، اتخيل راح اطب بمكتبكم. نعم. شو الخدمات اللي تقدموها للمواطنين؟ خدمات عامه يعني. خدمات العامه يعني مثل مسقفات عندكم مثلا، هي حسب توجيهات انت مثلا راجعك بالصيف. نعم نعم، حسب توجيهات سيد اللواء مؤيد العقاب المحترم، الاهتمام بالمواطن. المواطن خط احمر، فاكو مكانات مخصصه للمواطن، كل تحت قمريات، واكو مكانات وكراسي ومكان نظيف ومحترم بالمحترم للمواطن، ومكان تبريد ايضا. اكو لجان رقابيه؟ نعم، اكو جهات رقابيه تتابعنا وتراجعنا والحمد لله. جيد، احسنت، بارك الله بك. اذا راح نرجع بتقرير اخير مشاهدينا الكرام، مثل ما نوى سيد المخرج لين بدا وقتنا ينفذ. هذا التقرير هو امتنان واشكر الاخوان في جوازات الكاخ لمشاهده هذا التقرير، ومثل ما نعود مشاهدينا الكرام في ختام جولتنا اليوم في قسم جوازات الكرخ برفقة السيد العميد جاسم فرج التجيل، نشكر لكم هذا ساعة الوقت والتجوال في دائرتكم في قسمكم. يعني أنا ما راح أقيم، بالتالي الناس قيمت وظهرت على الشاشة، وأمام الناس أكو إنجاز حقيقي. سرعة في الوقت ثللت هواي
عقبات كانت بالنسبة للمواطن أثناء مراجعة الجوازات. في الأخير لكم الكلمة. احنا ما متفضلين على المواطن، المواطن بالتالي أبونا وأخونا وأختنا وأهلنا، وواجب علينا خدمتهم ونساعدهم، والحمد لله والشكر الله وفقنا لهذا الموضوع. وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في دائرة جوازات الكرخ، دائرة المواطنين الكرام، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا سيادة العميد، شكرا جزيلا. إذا مشاهدين الكرام في ختام جولتنا في الجوازات، نلتقيكم بإذن تعالى السبت القادم في الساعة 9 مساء، ولكن هذه عودة قبل نهاية الحلقة إلى استوديو المباشر. شكرا للسيد العميد عن الجاسم مدير جوازات الكرخ، وايضا للسيد الرائد رائد احسان على اتاحه الفرصه وتصوير في هذا المكان، وبالشكر موصول اكيد يعني العميد الضرغام والمقدم بسام او بسام اعتقد وسام عفوا لاتاحه الفرصه لتصوير في برنامج وخدمتكم في هذه الدائره المهمه وضروري لتقدم خدمات للمواطنين بشكل مباشر. وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، وأكيد هذا الملف يبقى مفتوح في أي وقت يتم التصوير بأي دائرة من جوازات أو مديريات أو أقسام جوازات والجنسية والإقامة بقيادة اللواء، نسيت الاسم لواءكم، لواء مويد، لواء رياض عفوا، لواء رياض، لواء رياض جندي مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة المحترم، وكل السادة المدراء أكيد. يعني إحنا دائما ما نطمح إلى هو تذليل عقبات مواطن بمراجعة دوائر وزارة الداخلية، كون وزارة الداخلية هي وزارة خدمية بمعنى أدق، كون خدمية تقدم حماية المواطن وحماية البلد، وبالتالي خدماتها جليلة بالنسبة للمواطنين بالنسبة للجوازة والمستمسكات الرسمية الأصولية. قبل أن نختم وياك ضيفنا العزيز والسيد المقدم سيف عبد الرزاق قاسم ضابط مكتب معلومات بغداد الجديدة، كلمة أخيرة لك. كلمة أخيرة أوجه شكري وتقديري واحترامي لجنابك الكريم والقناتكم الموقرة. الله يسلمك. وإحنا نكرر نرجع ونقول إحنا دائما بخدمة المواطن. أحسنتم. مسك ختام إن شاء الله، أو ختامها مسك إن شاء الله كما يسمى كما يقال. شكرا لك مقدم سيف عبد الرزاق قاسم ضابط مكتب معلومات بغداد الجديدة. مشاهدي الكرام في ختام الحلقة، حلقتنا القادمة سوف نعلن عنها خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، وهي بمنطقة مفتوحة، لا ما مخصص لحد الآن أي دائرة راح نباشر بيها ونصور وياهم، لكن هي بالتأكيد دائرة خدمية. نحاول من خلال هذا البرنامج أن نبسط إجراءات المعاملة أو نعلن عن آلية عمل إجراء المعاملة في كل دوائر الدولة العراقية حتى يتسنى للمواطن تسهيل عمل إجراء المعاملة بأسرع وقت ممكن. في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو ميار، تقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه. Thank you.